Okay, what we should do during the meeting. As an admin assistant, my manager may ask me to attend the meeting. My role during the meeting involved two main tasks. First of all, record for the meeting, and also arranging for someone to answer the telephone. For and don't interrupt or don't have interruption for the meeting. This is my role during the meeting, taking records, taking notes. Okay, for taking notes, we have more than one way to take notes. Taking notes, either writing on the PC or writing on the tab, or writing on using a pen and a paper, or using a special software, or using a tape recording, so we can record for the meeting. Tamam. These are the ways that we take the notes. But what are the things that we should write? Tamam. بقول لك قبل ما احنا نبدأ في taking notes, we need to understand. Is this a formal meeting or an informal meeting? If this is a formal meeting, that means every single word in this meeting is important. كل ما كان ال meeting formal أكتر, كل ما كان الموضوع أنا لازم أخذ بكلمة بكلمة كل شخص بيقول إشي. تمام؟ طيب إذا كان الميتينج هذا informal. Informal معناته أنا مش لازم أكتب كل الـ conversation. أنا بس بكتب النقاط والأفكار الرئيسية. تمام؟ Notes taking usually is necessary near the end of the conversation between the participants are summarized. يعني أنا بخليهم يتناقشوا بالآخر بعمل summary للإشي اللي هم حكوه. When you think you have recorded all the essential information, you may read it to the participants, thus check your notes or perhaps check it later. تمام؟ هلا أهم حاجة لازم تذكرهم إذا أنت يعني بتقرأ لهم النوت اللي أنت كتبتها. يعني هل اثنين قاعدين بيتناقشوا في نقطة معينة؟ شو النقطة هذه؟ النقطة هذه هي النقطة الأساسية اللي موجودة في الأجندة. يعني على سبيل المثال اليوم اجتماعنا عشان نقرر الخطة التسويقية لموضوع إكس. تمام؟ بيتناقشوا واحد واثنين ثلاثة. هذا قال لازم نعمل خطة تسويقية تكون نحتوي كذا، هذا قال لازم نعمل خطة تسويقية تحتوي إكس، هذا قال الخطة التسويقية تحتوي واي. في نهاية الحديث بينهم أنا راح ألخص الإشي اللي قالوه وأقول في النهاية تم تقرير الخطة الاقتصادية اللي باحتوياتها إكس واي وزد. تمام؟ هلا أنا كتبت السمري، بطلب منهم إنه إذا محتاجين أضيف حاجة، في إشي محتاجين أنا أكتبه؟ إذا قالوا تمام ما فيش ولا إشي محتاجينه، تمام that's it. تمام؟ هلأ في ناس ممكن يكتبوا على درافت، يعملوا درافت بالأول، يكتبوا notes، يعملوا درافت written by hand وبعدين يطبعوها على الجهاز، وفي ناس لا. تمام؟ آخر إشي أنا محتاجة أحكيه إنه taking notes هو هذا الإشي الأساسي اللي إحنا بنحكي فيه على الميتينج. طبعا الريكوردينج ممكن اعملهم انا فيديو، ممكن اعملهم انا اوديو ريكورد وبعد الاوديو ريكورد انا افرغه براحتي، ممكن اعملهم فيديو ريكورد وبعدين افرغه براحتي. تمام؟ بس بكل الاحوال انا محتاجه هذا النوتس عشان اقدر اعمل الميتينج مينتس منه، وهذا هو اهم شغله عشان اقدر اعمل الميتينج مينتس. تمام؟ طيب شو هي الميتينج مينتس؟ الميتينج مينتس هي التقرير، هي كل الاشياء اللي احنا وصلنا لها بعد الميتينج. تمام؟ يعني انا بيفور ذا ميتينج انا بحضر للميتينج، ديورينج ذا ميتينج انا باخذ نوتس، افتر ذا ميتينج انا بحضر الميتينج مينتس وبعمل بريبريشن للميتينج مينتس. شو هي الميتينج مينتس؟ هي عباره عن ريبورت يحتوي كل الديتيلز اللي صارت في الميتينج وايش احنا محتاجين نعمل بعدين later on. تمام؟ طيب انا محتاجه يعني بعد ما خلصنا من الميتنج انا محتاجه اعمل اكثر من شغله. اول إشي انا محتاجه احضر تو دو ليست
لكل الاكشنز اللي محتاجين نطبقها. تمام، انا محتاجه اتاكد ان الروم نظيفه ومرتبه، انا محتاجه اشوف على الكالندر اذا في ميتينجز جديد احطه على الكالندر واشوف اذا بدي ادعوهم تاني، انا محتاجه ابعت الماتيريال للناس اللي كانوا غايبين واقول لهم انه انا في عندي اكشن 1 2 3 صار during the meeting، انا محتاجه اعمل list of remind to your manager about the obligation، شو الالتزامات اللي نتجت عنها، انا محتاجه احط كوبي من الاجنده من الريبورتس كل الاشياء اللي كانت واحطها كلها في فايل، انا محتاجه اعمل ريكويست للريزلتس فروم ذا ميتنج اتبع امتى كل حدا بده يبعث النتيجه، انا محتاجه ادخل الديت للنكست ميتنج على الكالندر تبعتي، انا محتاجه اعمل ريزيرفينج للروم للنكست ميتنج. تمام، واهم حاجه انا لازم اعملها اللي هو preparing notes preparing minutes. شو يعني meeting minutes؟ هلا الانفورميشن اللي لازم تكون في الميتنج مينتس، اهم انفورميشن اول حاجه the purpose of the meeting، الديت التايم اللوكيشن الاتنديز والابسنس، في هذه البارت احنا بنحط مين كان حاضر مين غايب. تمام، هنا بنحط الميجر ديسكشن وبنحط ايش الاكشن والفولو اب اللي لازم يطلع معنا. طبعا في عندنا هنا اكزامبل، هاي التايتل اوف ذا ميتنج، طبعا اذا كان في عندنا شركه معينه بنحط اللوجو تبع الشركه واسم الشركه هنا، هنا بنحط رقم الميتنج او اسم الميتنج، وهنا بنحط امتى كان الميتنج، الشهر اليوم كما السنه، هنا بنحط الميتنج هذا كان لايش، بيربوس اوف ذا ميتنج. تمام، يعني ذا هنا ذا اكزيكتيف تيم اوف مش عارفه ايش ميت ان ريجولر كذا يوم كذا في المكان الفلاني. تمام، هدول الناس اللي حاضرين وهدول الناس اللي غايبين. وهنا طبعا على الجانب راح نحط هنا ايش، هذا ايش اسمه، اسمه ال subjects اللي بدنا نناقشها objects. طب هدول ال subjects من وين جبناهم؟ هدول اللي هنا بيكونوا مكتوبين في هذا السلايد، هدول ال subjects جبناهم من الاجنده. كل اذا في عندنا 3 or 4 titles في الاجنده احنا محتاجين نناقشهم، بنحط 4 او 3 titles هنا في الميتنج مينتس، كل تايتل بيكون عليه جزء محدد. طبعا هنا اسماء الناس والجوب تايتل تبعتهم اللي كانت في الاجتماع، هنا مين اللي كان غايب عن الاجتماع زي ما انتم شايفين، في ناس ريكوردر، في ناس فاسيليتيتور، في ناس كواليتي، في ناس جايدنس تيم، في ناس تيم ممبر عادي، في ناس كل حدا في له رول، خلينا نقول حطينا الرول تبعه وين، الرول تبعه في الميتنج. تمام، بعد هيك احنا بنتحرك للبارت اللي جدا مهم اللي هو ايش، اللي هو announcements. announcements هنا يعني خلينا نقول decisions، ممكن بدل announcements نسميها decisions، ممكن نسميها خلينا نقول المين، خلينا نقول غير المين decisions المين recommendations مثلا. تمام، هنا بيحددوا المين ريكومنديشنز ايش هي، بتمنى انه تقراوا الكيس هذه راح تستفيدوا جدا منها. تمام، في عندنا اخر شيء adjournment يعني تعليق، يعني تم تعليق الاجتماع الساعه الفلانيه، امتى خلص الاجتماع او تم تعليقه او تم انهائه. طبعا الميتنج مينتس لازم يكون موقع عليها حدا ولازم يكون إلها تاريخ للميتنج مينتس. طب التاريخ اللي هنا بيكون محطوط هو نفسه تاريخ الاجتماع؟ طبعا لا، التاريخ اللي هنا بيكون محطوط هو تاريخ إعداد الميتنج مينتس وليس تاريخ الاجتماع. طيب في عنا نقاط مهمة جدا لازم نأخذها بعين الاعتبار، إنه في التايتل يا جماعة في الهيدنج all letters are capital letter. تمام، وبقول لك لازم تسيب double space لما بدك تحط الديت. تمام، تحت الهيدنج تسيب double space. تمام، use the past tense، أكيد لازم تستخدم past tense لأنه أنت بتحكي عن something صار أصلاً، ما بيصير تستخدم the present لأنه أنت بتحكي عن إشي صار، هذا report، report يعني إحنا أنت بتحكي عن حدث صار وخلص. تمام، state whether the meetings of the previous whether the meeting of the previous meeting mentioned the date. لو أنت بدك تضطر تحكي عن إشي بخص meeting قديم بدك تحط الdate تبع الميتنج هذا ورقمه إذا إله أي رقم. تمام، هدول هم النقاط الرئيسية اللي احنا محتاجين نحطها في اي ميتنج. تمام؟